إذا بدنا نراجع اليوم فكرة الفور كوادرنت اوبريشن وحتى نشرح فكرة الفور كوادرنت اوبريشن رح نستعمل مثال السيارة مرة ثانية. لو أنه هون سيارة كهربائية فيها هون دي سي موتور وبداخلها في محرك دي سي رح نعمل عليه درايفنج وبريك وناخذ هون هاي المسافة اللي بدنا نطلعها نمشي مسافة معينة وهي عملناها هي السبيد هون راح افترض الان انه اذا بدي امشي انا بهذا الاتجاه صار هذا الاتجاه هو بوزيتيف ديسبيسمنت بوزيتيف سبيد وراح يمشي معي راح ازيد السياره سرعتها وهنا انا طول الوقت عمالي بعمل درايفنج لانه عندي هون التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف ولاحظوا بالنسبه للدي سي موتور راح يرتبطوا هذول السبيد راح ترتبط بالفي في اللي هي الدي الباك اي ام اف او الاي جنريتد بدنا خلينا نحطها هون بي باك اي ام اف او مرات بنسميها اي جنريتد وهذا هون الكارنت تبع الارمشر اذا عندي هون دي سي موتور هذه هون راح تكون طبعا ار اي وهذه ال اي هلا اي جي او الباك اي ام اف هو هون بتكون مضبوط واضح فكره الاي انه احنا بنقول الدي سي موتور هذا بس يبدا يتحرك بدي افترض انه عليه يا اما بيرمننت ماجنت يا اما سيبريتلي اكسايتد بس دائما في عليه فيلد هون هاي الفيلد سيركت هلا يا بتكون فيلد سيركت يا بتكون بيرمننت ماجنت اوكي ماشي الكل واضح فاهم فعندي هون دائما في اكسايتيشن الاكسايتيشن يا اما جاي من فيلد كرنت يا اما جاي من بيرمننت ماجنت هاي الارمتشر هاي دائره الارمتشر من هون اللي فيها ريزيستنس تبعت الارمتشر الاندكتنس تبعت الارمتشر وبعدين هون كانه ايديال موتور او ايديال جنريتر راح يتكون هون عندي اي جي اللي هو الباك اي ام اف واللي هو الباك اي ام اف معيش بتناسب مع الاكسايتيشن وبتناسب مع السرعه والتورك اللي بتكون من هذا بتناسب مع الكرنت بتناسب مع الاكسايتيشن هلا رح تمشي معي السياره بهذا الاتجاه لحد ما اوصل عند النقطه هاي عند النقطه هاي الان انا بدي اوقف السياره فبدي اوقفها بهذا الشكل كنترول ما بدي اعمل كوستنج بتذكر الكوستنج انه اتركها بس اوقف لا بدي كنترول فلازم اعمل الان بريكنج اذا بالفتره هاي هون راح يكون عندي السبيد راح تضلها بوزيتيف بس التورك شو بده يصير اتجاهه؟ نيجاتيف او الفورس بدها تصير معكوسه فالتورك بده يصير نيجاتيف. اذا بالفتره هذه اللي هون راح اكون اشتغل في الكوادرنت الاول لانه التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف من هون. فراح اكون اشتغل في الكوادرنت الاول، الباور عندي هون بوزيتيف لانه حاصل ضرب بوزيتيف في بوزيتيف راح يعطيني بوزيتيف، فمعنى انه الباور بوزيتيف يعني الباور عم تنتقل من السبلاي لللود وعم تتحول ل بتتغلب على فريكشن بتتحول لكينيتيك انرجي في اللود، فهون انا عندي بكون بالكوادرنت الاول وهون الباور بوزيتيف، ومعنى بوزيتيف باور انه الباور لما تكون الباور بوزيتيف معناها عم تنتقل من السورس للود. هذا معنى بوزيتيف باور. خلينا ننزلهم شوي عشان نوسع المكان هون. لما تكون الباور بوزيتيف بي بوزيتيف معناها انه الانرجي او الباور عماله تنتقل من السورس للود. لما تكون الباور نيجاتيف معناها الباور عماله تنتقل من اللود للسورس. هذا هو الكوادرنت الاول راح اضل ماشي انا فيه بهذا الاتجاه لحد ما اوصل هون، هون بدي اعمل بريكنج، السبيد راح تضلها بوزيتيف لانه هاي السبيد هون بوزيتيف، لكن التورك راح ينعكس راح يصير نيجاتيف، فراح انتقل الان هون للكوادرنت الرابع. هلا في كتب بتعكس التسميه بتسمي هذا الكوادرنت بتحط السبيد هون بتحط التورك هون بتحط الفولتج هون بتحط الكرنت هون ما فيش مشكله بس بصير تسميتهم هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع ما فيش مشكله المهم انك تكون فاهم شو هاي هون صار عندي هون راح يكون عندي بريكنج وهون راح يكون عندي درايفنج او موتور فورورد درايفنج هذه هون فورورد درايفنج او فورورد موتورنج هون راح يكون عندي فورورد بريكنج يعني لساني ماشي الى الامام بس بعمل بريكنج او مرات بنسميها جنريتنج لانه هذا المحرك راح يتحول لجنريتر وهو راح يصير يعطيني راح تصير تنتقل الطاقه من هون الى هون هلا لما قررت بدي اعكس وقفت السياره هون وقفت عندي صارت السبيد زيرو وانا ماشي بهذه الفتره هون هلا بدي اعكس الاتجاه فبدي امشي بهذا الاتجاه فراح تصير عندي سبيد نيجاتيف هلا حتى اعكس الاتجاه السبيد هتكون نيجاتيف والتورك لازم يكون نيجاتيف فبدي انتقل للكوادرنت الثالث
نيجاتيف في نيجاتيف راح يعطيني بوزيتيف بوزيتيف والباور راح تكون بوزيتيف وراح تضل الطاقه تنتقل من السورس للود خلال الفتره هاي راح تضل تنتقل من السورس للود خلال الفتره هاي لحد ما اوصل النقطه هذه هون اللي بدي اعمل عندها بريكنج راح اضل هون بالفتره هاي بالكوادرنت الثالث بالكوادرنت الثالث الباور بوزيتيف هون طبعا الباور كانت نيجاتيف وهون الباور بوزيتيف راح اضل ماشي بهذا الاتجاه لحد ما اوصل عند النقطه هاي لما بوصل عند النقطه هاي لاحظ انه سبيد نيجاتيف التورك بدي احطه الان بوزيتيف فحتى هون التورك راح يصير بوزيتيف بس سبيد نيجاتيف راح انتقل للكوادرنت الثاني اذا بالفتره هاي هون راح يكون بالكوادرنت الثاني وبالكوادرنت الثاني هون راح يصير الباور نيجاتيف لاني عمالي بسترجع الطاقه عم بنزل سرعه السياره فالكينيتيك انرجي اللي مخزنه فيها عم بسترجعها وين راح تروح عندي بالحاله هاي اذا كان عندي بطاريه راح ترجع على السورس تشحن السورس هذا من هون فمثلا اذا عندي هون دي سي سورس راح اشحن هذا الدي سي سورس راح ترجع الطاقه عليه وتشحنه او بضيع الطاقه في ريزيستر او بريكنج ريزيستر اذا هاي فكره الفور كوادرنت اوبريشن مبنيه على التورك والسبيد لكن ممكن كمان انا اطلع عليها اربطها هاي كل الحالات هذه اللي صارت هون لما التورك يكون بوزيتيف يكون عندي الكرنت هون ماشي بوزيتيف فبكون الكرنت اي اي اتجاهه بوزيتيف بهذا الاتجاه ولما يكون عندي السرعه الى الامام ماشيه لما تكون السرعه بوزيتيف لانه تذكر انه الباك اي ام اف في باك اي ام اف اللي هو نفسه اي جي تتناسب او بتساوي كين في فاي في اوميجا هي السرعه فاي كونستانت طول الوقت وكي بيعتمد على الدايمنشنز تبعت هذا المحرك طول الاسلاك وعدد الاسلاك في الارمتشر الى اخره كل هاي التفاصيل والباث عدد الباث واوميجا عندي هي اللي راح تحدد فكل ما زادت السرعه ففي ارتباط واضح ما بين الفولتج بس مش الفولتج تبع السورس او الفولتج اللي انا دخله على المحرك الفولتج الباك اي ام اف اللي جاي عندي بالمحرك فالباك اي ام اف اللي جاي عندي بالمحرك لما تنعكس السرعه راح ينعكس الفولتج ففي عندي ارتباط واضح ما بين هذول الاثنين ولاحظوا كمان حاصل ضرب السبيد في التورك بعطيني وحده وحاصل الفولتج في الكرنت بعطيني وحده باور كمان اوكي وهذا الباور راح يكون بالحاله هاي الباور اللي باخذه المحرك او برجعه المحرك اللي بتحول لميكانيكال انرجي هو هذا الفولتج مضروب في اي اي هذا اليوزفول باور اللي بعطيني تورك او برجع طاقه بتحول لجنريتر لما هذا يتحول لجنريتر عماله الباور اللي بعطيها شو بتساوي؟ يعني هذا هون المحرك الباور اللي بتدخل له او الباور اللي بتطلع منه دائما شو بتساوي؟ اي جي في اي اي مضبوط؟ اذا هو باخذ يوزفول ميكانيكال باور يعني فكر في الدي سي موتور انه عندي هون لو فكرت فيه بهاي الطريقه هذه هون لوسز مضبوط؟ وهاي فيش لوس هاي لوسلس لكن هون بصير عندي اذا عندي كرنت ماشي هون اي اي وعندي هون اي جي هذا الباور اللي داخل على هذا الموتور الايديال موتور شو بتساوي؟ اللي هو عم باخذها الباور اللي عم باخذها بتساوي اي اي في اي جي وهل الوحدات صحيحه؟ كرنت في فولتج رح تعطيني او امبير في فولتج رح يعطيني باور هاي الباور ليش رح تتحول هون في الموتور؟ ميكانيكال باور فهذا اذا عندي هون شافت هذا الشافت شو رح يعطيني على الاوتبوت؟ على اللوسز وين راحت؟ يعني انا جبت الريزيستر اللي موجود في الدي سي موتور وسحبتها سحبت الريزيستر انا ما بقدر اسحبها في الواقع بس كموديل انا سحبتها وين حطيتها فهي اللوسز اللي هون فهذا صار ايديال ديفايس وكمان انا اهملت الفريكشن اللي موجود هون هلا من هذا التورك راح ينطرح شوي ايش الفريكشن اللي بيطلع عندي دي في اوميجا طب لما يصير العكس عندي نفس الشيء لما يصير العكس لما هذا يتحول لجنريتر الطاقه من وين جاي من الميكانيكال شافت مضبوط الميكانيكال يعني السياره كلها هلا لما بحاول اعملها بريكنج راح يصير الانيرشا تبعتها عماله بتحرك المحرك فراح يصير في عندي تورك اوميجا على المحرك ايش راح يطلع عندي من هون الكرنت راح يتحول هذا لجنريتر وين البرايم موفر تبع الجنريتر هاي والكرنت ايش راح يصير في اتجاهه ينعكس راح ينعكس اتجاهه من هون راح يصير عندي اي اي بهذا الاتجاه واي جي فالباور ايش عم بيصير فيها لما يكون جنريتر عم تدخل من هون تحول من الكتريكال من ميكانيكال لالكتريكال باور حاصل ضرب اي اي يجي هي الباور اللي بعطيني اياها رح يصير فيها لوس هون مضبوط لوس كمان في الميكانيكال ورح يصير لوس في الميكانيكال لانه في فريكشن بدي اتغلب عليه بهذا السيستم فهاي هي الانرجي كونفرجن لاحظوا المحرك هذا ما تغير ما فجاه اجيت قلت اه هلا بده يصير جنريتر رحت فكيته وحطيته برا ورحت حطيت محله جنريتر هو نفس المحرك هو الترنيتر ماشين بتحول ماشين تمام بتحول ما بين الانرجي الموتور والجنريتر وحتى هو بيشتغل كموتور في بداخله جنريتر وهو هو جنريتر رح يكون موتور يعني لما يجي عندي هون فولتج الفولتج اللي بحطه هون رح يؤدي لكرنت يمر رح يتحول تورك
بس لما هذا يبدا يلف ايش راح يتكون هون؟ باك ان اف. اذا هو هذا الموتور هو عم بيشتغل على موتور ايش عم في بداخله؟ جنريتر اكشن. جنريتر اكشن راح تعاكس الفولتج الاصلي، فالاي جي راح تتكون راح تكون معاكسه لها. نفس الشيء هذا لما بيشتغل كجنريتر، لما بيجي عليه تورك خارجيه من هون التورك راح يتحركه مظبوط. لما نحرك التورك هاي راح يتكون فولتج، مش هيك؟ راح يمشي كرنت. في اللحظه اللي بيمشي فيها كرنت شو راح يصير عندي هون في داخله؟ راح يصير تورك معاكس. التورك هذا راح يعاكس مين؟ التورك الجنريتر، التورك الخارجي. فلذلك اول ما بحط تورك على الجنريتر وهو بيبدا يسحب كرنت، شو بحس صار فيه بالشاف تبعه؟ صار اصعب اني الفه لانه في شيء عماله بعكس، صار في موتور اكشن. فلما بشغله كجنريتر في بداخله راح يبين موتور اكشن، ولما بشغله كموتور ايش راح يبين في داخله؟ جنريتر اكشن. ودائما بتتكون بحيث انه يعاكس الاصلي حسب مين؟ لينزز لو. لانه لو ما صار هيك كان بيصير في عندي طاقه فروم نثينج، بيصير يتكون في طاقه وزياده. فهون لما حطيت فولتج الباك اي ام اف كان اشارته بحيث انه يعاكس الفولتج، ولما حطيت تورك خارجي التورك راح يتكون راح يكون اشارته بحيث انه يعاكس التورك الخارجي اللي جاي من الخارج. دكتور شنيك بيكون عندك